في كثير ناس عملت حالة على أنها هي شخصية مؤثرة في المجتمع وأنه هي شخصية مشهورة وأنه هي شخصية معروفة بس من شان الشهرة ومن شان أنه يصير في بلبلة حول اسمها. طبعاً بتذكر كل دقيقة فيها اللي عانيت فيها واللحظات اللي صرت راجع نفسي فيها وحضر حالي للمجهول. وطبعاً سبب خروجي ما حدا له علاقة فيه يعني غير رب العالمين. فبدأت هون بقال بأنه بدنا نعمل شيء. يعني نحن كنا بالكامب قريب 900 شخص، 300 بالمبنى تبعنا و300 بالمبنى اللي بعده و300 كمان ورانا. فهدول الأشخاص قاعدين كنا ما عم نعمل شيء. يا سيدي يمكن أنا وعدة أشخاص اللي كانوا اللي صوتوا، يعني هي المرة الأولى اللي فينا منقول أنه مارسنا حقنا الديمقراطي بالتصويت. وبالفعل يعني كان فيه خلص ربح ربح خسر خسر ما في أي مشكلة، وبالنهاية كنا ربحانين. اختلطت مع كتير ناس، حتى يمكن أنت تلاحظ لما عم بحكي شامي لأني ما عم بعرف أحكيها للأسف نسيت. صار في كتير كلمات صرنا ما بدنا نعرف نقولها بالعربي صرنا نقولها. يعني حتى أنا بمر علي أيام يعني ما بحكي فيها عربي بسبب إنه بالبيت بنحكي ألماني. فأخي تواصل مع هدول المسلمين اللي عايشين بهذا المجتمع، عندهم ثقافة تانية، عندهم بتتواصل معهم بتتشارك معهم، وخصوصا يعني بهالحملة هي اللي عم يتعرضوا لها المسلمين.